كفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. متابعين رياضية أونلاين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طبعا بعض الناس رسلتنا وقالت لنا ان في مشكلة عندهم في حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين. يعني لو عندي معادلة بالشكل ده ومعادلة بالشكل ده وأقول لك أوجد قيمة إكس وواي، هجيبها ازاي؟ ازاي اقدر احل المعادلتين دول واجيب قيمه اكس واي؟ طبعا بعض الناس عندها مشكله في استخدام طريقه الحسم، في استخدام طريقه الحسم، وتتلخبط في استخدام طريقه التعويض. طيب ايه الطريقه السهله اللي ممكن تكون اسهل من الطريقتين اللي فاتوا بتسهل عليا ايجاد قيمه اكس وايجاد قيمه واي؟ الطريقه سهله جدا جدا وبسيطه جدا جدا، وعشان ما اطولش عليكم يلا نبدا على بركه الله. ازاي اقدر احل المعادلتين دول بكل بساطه دون الحاجه الى حسم او تعويض؟ طيب اول حاجه بعملها بخرج الارقام او المعاملات بتاعتي. يعني انا عندي الاكس هنا قدامها كام؟ قدامها واحد، روح كاتب واحد. الواي قدامها كام؟ قدامها اتنين، وروح كاتب اتنين. الحد المطلق كام؟ 11. تمام. بعد كده نروح للمعادله الثانيه، هنا المعامل الاول كام بتاع الاكس؟ اتنين، هنا واحد، هنا 10. تمام. دلوقتي انا عايز اجيب قيمه اكس، عايز اجيب قيمه ايه؟ اكس، عايز اعرف الاكس بكام. انت عايز قيمه الاكس، يبقى روح اعمل لي عمود على الواي، يعني هتيجي هنا روح اعمل لي كده عمود على الواي. تمام تمام، سهله جدا وبسيطه جدا جدا. لما دايما تجيب قيمه الاكس بتبدا من فوق، يعني هتقول 2 ضرب 10، 2 ضرب 10 كام؟ 20، ناقص اضرب كده 1 ضرب 11، 11 على، يلا هتبدا من فوق. احنا قلت لك لما تجيب قيمه الاكس بتبدا من فوق، 2 في 2 ب 4 ناقص 1 في 1 ب 1 يبقى يساوي 20 ناقص 11، الناتج هيكون 9. 9 قسمه 4 ناقص 1 3، يبقى 9 على 3 بيساوي 3. كده قدرنا نجيب قيمه الاكس بكل بساطه بتساوي 3، بعيدا عن استخدام طريقه الحسب او التعويض. طيب هل لو كانت الطريقه صعبه مع التعود مساله في التانية هتلاقي الامور سهلت جدا جدا. طيب انا عايز الواي، عايز اجيب قيمه الواي. قدامك حلين، ممكن تاخد الثلاثه تعوض بها في اي معادله من دول وتجيب قيمه الواي مباشره، خلاص انت عرفت قيمه للاكس تقدر تجيب الواي بسهوله جدا لو هتروح للتعويض. طيب لو عايز اجيب الواي بالطريقه هي هعمل ايه؟ بص معايا، انت دلوقتي عايز مين؟ عايز الواي. هتروح تعمل عمود على الاكس، على الخط بتاع الاكس. لازم في المعادلتين تعودنا لما نحل معادلتين لازم الترتيب اكس واي مطلق او واي اكس مطلق ايا كان. تمام، بس اهم حاجه الترتيب يبقى اكس تحتها اكس، واي تحتها واي، والمطلق تحت المطلق. تمام، انا عايز اجيب الواي، اتفق؟ طب احنا لما كنا بالاكس كنا بنبدا من اللي فوق، كنت بقول كده 2 في 10 ناقص 1 في 2. طيب وبرده كنت ببدا من اللي فوق 2 في 2 ناقص 1 في 1 على 2 في 2 ناقص 1. طب لما اجيب الواي قال لي الواي اعكس، هتبدا من اللي تحت، هتقول 2 في 11 ب 22، نفس الطريقه هي. بعد كده 1 في 10 يبقى ناقص 10، واللي تحت زي ما هم مش هيتغيروا على الثلاث. تمام، اللي تحت زي الاكس بالظبط على الثلاث اللي هي 4 ناقص 1 يعني. تمام، بتساوي 22 ناقص 10 الناتج 12 على 3، يبقى الواي تطلع معاك بكام؟ ب 4. كده عرفنا نجيب الاكس والواي. تاني على السريع معلش بالراحة كده مع بعض، لو عايز الاكس حط عمود على الواي. في حالة ان انت محتاج الاكس بتبدأ من اللي فوق، هتقول 2 في 10 ب 20 ناقص 1 في 11 ب 11 على، روح الناحية التانية ابدأ من اللي فوق 2 في 2 ب 4 ناقص 1 في 1 ب 1. طب انا عايز الواي، هتروح لعمود الواي، عمود الاكس، هتعمل عمود على الاكس، هتبدأ من اللي تحت في الواي، هتضرب 2 في 11 ب 22 ناقص 1 في 10 ب 10، يبقى ناقص 10 على، نفس المقام هو زي اللي في اكس بالظبط، 4 ناقص 1 3 وبتحل عادي مفيش مشاكل. طيب مش فاهمين؟ تعال نخش على المساله الثانيه ونفهم اكتر. تمام تمام. طيب بطلع اول حاجه المعاملات، 3 سالب 1 بتاخد العدد باشارته 2، ماشي. بعد كده سالب 4 5 1، انت عايز الاكس؟ ايوه عايز الاكس، يبقى انا عايز قيمه اكس. قيمه اكس اعمل عمود على الواي، الواي اهو، يبقى نعمل عمود على الواي. دايما في الاكس بنبدا باللي فوق، ابدا من اللي فوق، سالب 1 في 1 يدينا سالب 1. بعد كده 5 في 2 هيدينا يبقى ناقص 5 في 2 ب 10 على. بعد كده ابدا برده من اللي فوق في الاكس، هتضرب ده في ده من اللي فوق، سالب 1 في سالب 4 يدي لك موجب 4 ناقص
3 في 5 ب 15 بيساوي، يلا نطرح، عندك سالب 1 وسالب 10 كده معاك سالب 11 على 4 ناقص 15 يديك سالب 11 برضو، يبقى الناتج النهائي سالب 11 على سالب 11 يديك ايه؟ موجب 1. كده جبنا قيمة الاكس بموجب 1. موجب ايه؟ موجب 1. تعال نجيب الواي، نفس الطريقة هي هي، وهنعمل عمود على الاكس تمام، بس الواي ببدأ من تحت، هعمل عمود على الاكس، المقام زي ما هو 4 ناقص 15 يديك سالب 11، ما بيتغيرش تمام، كل هتغير معاك اللي فوق. طب في الواي ببدأ من اللي تحت، هتضرب ده في المطلق، سالب 4 في 2 بسالب 8 ناقص 3 في 1 ب 3، يبقى الناتج بيكون كام؟ سالب 8 ناقص 3 يدي لك سالب 11 على سالب 11 برضو الناتج هيكون 1. اذا قيمة الاكس بواحد وقيمة الواي بواحد، وكده اتعلمنا ازاي نقدر نجيب قيمة الاكس وقيمة الواي لما يكون عندي معادلتين من الدرجة الاولى في مجهولين دون الحاجة الى اللجوء الى الحسب والتعويض. بعض الناس هتشوف ان هي صعبة شوية، لكن هي سهلة وجميلة جدا جدا مع التعود، مسألة في التانية هتلاقي الامور سهلت معاك. اتمنى تكون الفكرة وصلت والناس استفادت طبعا، وشكرا لكم على المشاهدة، واشوفكم على خير ان شاء الله في تحدي جديد. انا وليد يسري، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعلق بتم عشان يوصلك كل الفيديوهات، وما تنساش تشترك في قناة التليجرام الخاصة بصفحة الرياضيات اونلاين، هتروح اعلى الصفحة تلاقي الزرار الازرق، اضغط عليه حولك مباشرة لقناة التليجرام، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.